دلوقتي جت طبعا اللحظه اللي كلنا مستنيينها، هنعلن عن اسامي الفائزين. المركز الاول سيد ابو غريب، المركز الثاني احمد جبلة، المركز الثالث بقى مفاجاه لان اول مره بنت تكسب معانا في الاوتوكروس، المركز الثالث عائشه ابراهيم. دلوقتي بقى احنا هنعلن عن اسامي المرشحين لسباق الرالي اللي في الصحراء. محمد الشامي، سامح جبر، عائشه ابراهيم الركابي، حسام نجيب، اكرم حسام، محمود الحفناوي.